أعزائنا المشاهدين، مساء الخير، وبنحب نرحب بيكم في برنامج مش لوحدك. حلقتنا النهاردة عن المهاجر والصعوبات اللي بيقابلها المهاجر، صعوبات زي اللغة، صعوبات زي الشغل، العقلية، العادات والتقاليد مختلفة جدا عن العادات والتقاليد اللي عرفناها في مصر وتربينا عليها في مصر. وعايز أركز على العادات والتقاليد دي، لأن المهاجر بيجي بنفس العقلية بتاعت مصر أو في أي بلد تانية جاء منها وتربى فيها وعاش فيها ومسموح بيها هناك في البلد اللي عاش فيها، لكن بيجي بيها هنا وبيتصرف بنفس العقلية، لكن للأسف بتسبب مشاكل جامدة جدا، ممكن تؤدي للحبس ساعات، ممكن تؤدي ان هم ياخدوا الأولاد منه ساعات. هنعرف الأسباب دي كلها ونعرف إيه العادات والتقاليد اللي إحنا متعودين عليها، اللي ممكن نكون إحنا بنعملها بسلامة نية جدا هنا، لكن قوانين البلد ما بتسمحش بيها. اسمحوا لي أقدم ضيفي واللي مشرفني برنامج مش لوحدك، الأستاذ المهندس رضا بشاي، خادم بكنيسة الملاك بأورنج كاونتي. أهلا وسهلا يا أستاذ رضا، بحب أرحب بك مرة تانية برنامج مش لوحدك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ رضا. طبعا المعروف عنك انك يعني الخادم الامين اللي ماسك خدمة المهاجرين، والحقيقة يعني ربنا يبارك في خدماتك، وكل المهاجرين بتيجي هنا على حس الأستاذ رضا وقد ايه بتساعدهم وقد ايه بتقف جنبهم. نشكرك وبنقول ربنا يبارك في خدماتك دي كلها. اشكرك جدا. اشكرك. عايز اسألك بس يا أستاذ رضا، طبعا حضرتك بتبقى عارف كم عيلة جت في مهاجرين هنا مثلا من السنتين الثلاثة اللي فاتوا. احنا طبعا شفنا زيادة جامدة قوي في السنتين الثلاثة اللي فاتوا، هل دلوقتي برضو زي ما هو ولا في زيادة ولا نقص ولا ايه السيتويشن دلوقتي يعني بالنسبة للمهاجرين؟ العدد هو هو، لكن اختلفت النوعية. يعني في الاول مثلا كان بيجي اللي هم واخدين القرى العشوائيه اللاتوري، زائد اللي جايين سياحه خايفين من ظروف مصر الصعبه، فدي كان عدد كبير خالص. حاليا برضه بتيجي اللوتري زائد اللي هم شويه سياحه مش كتيره، زائد عدد كبير دلوقتي بيجي لنا من الخليج، زائد السوريين عدد كبير خالص. طيب حضرتك قلت الخليج، وانا عارفه ان رحت الخليج من شهر تقريبا، عملت زياره. أيوة. كده الامارات. أيوة. وعملت لفه، قول لنا ايه سبب الزياره وانطباعك ايه كان على البلد؟ هي سبب الزياره الاساسي انا بحب قناه لوجس خالص، وبشوف ان فيها ليها خدمات بتخدم المهاجر جدا. ايوه اكتر، يعني انا مش متعصب لكن اكتر من لا تسكت تبقى متعصب اكتر من اي قناه تاني. بتدي وضوح، فكره واضحه جليله للمهاجر، بدليل ان المهاجر بيتصل بي وهو في بلده. يعني من بلاد كتير خالص بيكلموني، طبعا بيكلموا القناه في الاول، وبعد ما يكلموا القناه بيدوم تليفوني، وبعدين بيتواصلوا معايا، وبشوفهم هم بيتواصلوا معايا على الفيسبوك، على رسائل، على التليفونات. ف يعني سؤال، طب عرفت التليفون ازاي؟ يقول من قناه لوجس. ايوه. ف اشكر ربنا كله بنرد عليه، مفيش حد سيبناه، وبنرد على الاسئله بوضوح، ما فيهاش مجاملة، مفيش بحر طحينة، ما فيهاش يأس أو تكسير ركب، لكن بنقول الحقيقة، وبنقول للمهاجر أنت أدي قدامك الحق وأنت اختار. يعني مثلا أبسط المواضيع، امبارح جاني تليفون، هما في قدموا القرعة العشوائية واتقابلوا وما كانوش فاكرين ان يتقابلوا، فحددوا لهم ميعاد، فالميعاد ده هيروح يعمل انترفيو. طب في الانترفيو هنبتدي ندفع بالانترفيو بالدكتور بالحاجات ديت، حاجه مثلا حاجه بتاعت 16 18 الف جنيه. واو.
بعديها هتترتب عليها ان اسيب شغلي او عملي وهروح في بلد تاني انا ما اعرفش حد فيه. وايه التقاليد العادات فاتصلوا بيا. اعمل معروف ساعدنا ناخد قرار. طيب ايه القرار بتاعكم؟ احنا هنا مبسوطين. طب كويس. واحنا هنا حلوين. اي كويس. بس عيالنا صغيرين واحنا عايزين مستقبل لعيالنا مش لينا احنا. وهنا انقسموا نصين. فريق بيقول لا احنا نعيش حياتنا وبلاش مغامرة ونعيش كويسين ولما يكبروا العيال هم يشقوا طريقهم. فريق تاني بيقول لا انا لازم اروح وانا اتمرمط وانا اتعب بس العيال يكون من صغرهم طلعوا في مجتمع اللي يقدر يكونوا يحققوا فيه العلم اللي هم عايزينه ويبقوا كويسين. ف رأيك كيف النص؟ طب قلت لهم ايه بقى؟ قلت لازم يكون لينا رأي يعني متفق عليه. ايوه. اول حاجه تعملوا ميتنج تكتبوا الامتيازات وتكتبوا العيوب. حاجه تاني لازم اعرف ان هيقابلني في الاول خالص سنتين مرمطه تعب. لو عندي استعداد ادفع الثمن ده عشان ولادي اطلع فورا. لو ما عنديش استعداد ادفع الثمن ده لولادي وهم لما يكبروا يتصرفوا اوعى تطلع. لان الطلوع في اللحظه دي خطر. امريكا عايزه اللي يحبها اللي عايزها واللي عايزها صحيح واللي مستعد يتمرمط في طلبها. بس كمان في حاجه هيوصل هيوصل هو وهيوصل عياله. لانه هيفكر بالفكر الامريكاني وده بلد الفرص ما فيهوش كوسه فيش محسوبيات ما فيش ظلم هتشتغل هتاخد مكافاه. فهتوصل لكن لازم في البدايه هتدفع ايه؟ التمن. وبعدين يعني الكتاب بيقول كده وكانوا الجميع ايه؟ بنفس واحده. لو انتوا نفس منقسمه هيتم فينا الكتاب اللي بيقول بيت منقسم على ذاته هيخرب. هو للاسف الاثنين يعني بالمشاكل اللي بنشوفها هنا من كتر الضغوط الجامده اللي بنشوفها الاثنين بيبقوا جايين مع بعض كويسين وبيحصل انشقاق هنا في امريكا. فما بالك بقى لو الاثنين اوريدي مش متفقين من مصر. فطبعا اهم حاجه زي ما حضرتك بتقول لازم يكونوا الاثنين متفقين على الحلو والمر هنا يعني. خالص. في حاجات في اسر بتبقى متأسف ان انا اقول الكلام ده من مصر اساسا ما فيش وفاق كتير بينهم وبين بعض. ما انصحهمش يجوا لان تحت الضغوط اللي هنا زائد تحت الحرية اللي هنا زائد ان الكلمات هنا ما فيش فضايح متعارف عليها وحاجة طبيعية في المجتمع. للأسف بيحصل انفصال ويحصل طلاق. فأمريكا عايزة الأسر قوية اللي الست في ظهر جوزها والراجل بيشتغل وباصص لقدام مش باصص تحت رجليه. تحت رجليه أنا تعبان تحت رجليه أجري صغير تحت رجلي مركز الاجتماعي لسه لكن أنا ببنيه كل يوم بيعدي عليا أنا ببني حاجة لحد لما هيوصل لنفس المستوى بتاع مصر ويمكن احسن. اذا كانت عنده الامكانيات. لكن لو ما عندكش امكانيات طب هتيجي تعمل ايه؟ طب امكانيات زي ايه؟ ما احنا عايزين نوضح. على فكره احنا عايزين نتكلم على الخليج لسه ما خلصناش حكايه الخليج لكن برضو عايز اتكلم عن امكانيات لان في ناس كثيره في مصر دلوقتي بتسمعنا تقول لك يعني ايه امكانيات؟ قصده ايه بكلمه امكانيات؟ يعني هل اي حد
اي حد ممكن هنا مثلا يجي في اي سن؟ هل المستوى مثلا الاجتماعي هل بيفرق؟ الاكاديمي بيفرق؟ يعني ايه الامكانيات اللي حضرتك قصدك عليها يعني؟ الامكانيات اول حاجه يكون معايا فلوس. لان انا مش عارف اشتغل امتى، ممكن بعد شهر، ممكن بعد اتنين، بعد ثلاثة. انا همسك لك الشهر الاولاني بس، مش مثلا شهرين ثلاثة الاولاني. اولاني انا محتاج 3000 دولار، 1500 احطهم ديبازت في شقة، يعني مقدم في شقة، و1500 هدفع بيهم الشهر الاولاني، دول ثلاثة. محتاج اشتري شوية عفش وشوية حاجات، نحط كمان عليهم اتنين تانيين، ادي خمسة. محتاج اجيب عربية، لان العربية هي ايدي ورجلي في البلد دي، مش بلد منظرة. ده انا ممكن اكون يعني سوري عايش مثلا في شبرا وشغل في طنطا، عادي جدا، وده بنشوفه عادي. ده طيب يعني معظم الناس كده خالص. طب هروح ازاي؟ بوتوبيس مش ينفع، تويس يدوب في شارع واحد بس، الشارع ده طوله 70 كيلو مثلا. فعشان اروح مثلا حرف ال بس زاويه كده اخد التوبيسين وهنتظر، والمشوار اللي هاخده في نص ساعه بالعربيه هاخده في ساعتين بالتوبيس، وهتبقى متاخر على الشغل فلازم اجيب عربيه حتى يعني نص كده، ادي خمسه. يبقى صرفنا 10000 في اول شهر. مفيش اول شهر، احنا لسه ما كلناش ولا شربنا، ده لسه كمان ما دخلناش في اول شهر، ده احنا لسه في الاسبوع الاولاني. محتاج اكل، محتاج اشرب، محتاج حاجه تاني. طب انا جاني شغل وهطلع من الصبح لليل بره بالعربيه، وصلت طيب مراتي محتاجه عربيه، لانها تودي الولاد المدرسه لو هم في اعدادي. لو هم في ابتدائي ما في اتوبيس مدرسه، لكن اعدادي ما فيش اتوبيس. محتاج ان مراتي تودي الولاد المدرسه، محتاجه تعمل الشوبينج، تشتري الاكل والشرب والكلام ده، محتاجه تعمل مشاويرها. فيبقى لازم عربيه تاني. فبتبقى معاناه. لو هم حوش فلوس بيشعر بانكسار داخله. دي من ضمن الامكانيات. الامكانيات التانية اللغة. هنا اللغة احنا بنتكلم في الشرق الاوسط اللغة الانجليزية، نقول على الاو. هنا مثلا مختلفة الاو معلش، لكن لازم يكون حتى عندي مبادئ الانجليزي الكويس، افهم اللي بيتكلم قدام. يعني واحد مثلا اخده اوديه لشغل فيقول لي لا سوري ما اقدرش اخده. ليه؟ يقول لي ما هو مش فاهمنا ولا انا فاهمه. انا عايزه مثلا وشغلانه ايه؟ شغلانه مثلا في مخزن هيرص بضاعه. كل شغلها بالايدين. طب هو عايز يقول له مثلا حط المواد دي كذا في الحته دي وحط ده كذا في الحته دي، طب هو مش فاهم. فلازم يكون في امكانيات لغه. لازم يكون كمان في مهنه. يعني للأسف بتوع تجارة بيتعبوا، لازم يغير مهنته بكالوريوس تجارة. يعني كل اللي جاي أنا محاسب. مختلف خالص بين الحسابات في مصر والحسابات هنا. فبنغير الكارير، بنخش يعني كارير تاني، ميديكال مثلا، زي ميديكال بيلينج، حسابات في الفواتير الطبية. بأخش مجال تاني خالص، اخش اشعة، اخش مثلا الترا ساوند. لكن لو انا هشتغل محاسب مش هنفع. يعني في الحالة دي بقى حضرتك تنصح مثلا ان مثلا الاب يشتغل او الام تشتغل، لكن في حد منهم بيدرس في الوقت ده، بحيث لازم ان في حد بيشتغل وحد بيدرس. لازم. انا اقول لك يعني تعبير احسن. تخيل الاتنين صيدلة. الاثنين صيادله. ما نقدرش نخلي الاثنين يذاكروا. في بعض الحالات حصلت، زي ايه؟ زي مثلا كان شغال في الخليج ومعاه قرشين. فقلت له
قدامنا حلين، يا واحد فيكم يشتغل يا واحد، يعني انتوا الاثنين تعتبروا نفسكم في اجازة دراسية وتحطوا فلوسكم في البنك وتصرفوا منها، وتصرف منها تصرف الايجار والاكل والشرب والعربية وما عندكمش حاجة غير مذاكرة. اعرف عيلة عملت كده خلصت في سنة وخدوا اللايسنس واشتغلوا، دول اعتبروا حسبوه ساعتها كان قلنا مثلا مينيمم 38,000، حاطين 38,000 في البنك العيل في المدارس، وهم بيعتبروا نفسهم في المدارس بيروح المكتبة يذاكر ومعاه الكتب وبتاع، خلصوا والحمد لله كويس. لكن في ناس ما عندهاش الامكانيات دي، في ناس مثلا معاه 15,000 مثلا، فال 15,000 احنا قلنا ادي ال 10 الاولانيين خلصوا، وعلى فكره 38 من غير ال من غير ال 10 الاولانيين. فلما يبقى معاه ال 15,000 دول وبدا الشهر الاولاني وجزء من الثاني، يبتدي نشوف مين اللي عنده القابليه للتحصيل اكتر. فاذا كانت مثلا مراته بتحفظ بسرعه نقول لها ذاكري انت، مش عيب ان هي تذاكر وهو يخلي باله للبيت. نشوف مين اللي هيخلص بسرعه، لان احنا محتاجين اللي يخلص بسرعه ده هو ده اللي يوقف على رجليه. فمثلا خلصت بارت 1 وبارت 2 والتويفل، بعدين عملنا الساعات، الساعات دي ساعات في الصيدله ما بتاخدش عليها اجر، فولنتير. فهو بيشتغل مثلا في جاز ستيشن كاشير 9 دولار بيطلع من الصبح لحد البتاع ده هبط لحد سوري، هي بتذاكر في اللحظه دي هي اللي قاعده مع العيال وهو بيطلع يشتغل 10 ساعات مثلا بيجيب دخله وهي بتذاكر كل همها. بعد ما خلصت واشتغلت بالدخل بتاعها بدل ما كان زيرو بفوق ال 5000 دولار يبتدي هو بدا يريح ويذاكر ويخلي هو باله للبيت، ابتدى هو يذاكر وهي تشتغل وهي اللي تشتغل. فدي لما يكون في مهنه في شهاده، طب اسنان، طب بشري، طب بيطري، صيدله، الحاجات دي بتنتج وحلوه. او يكون هو هاند مان، ولو ان هاند مان هنا هاند مان يعني نقول حرفي او مثلا بتاع تصليح في البيوت، انا مش عايز اتكلم سباكه مثلا، سباكه نجاره حاجات زي مش عايز اقول هاند مان لا محدش يفهمها. فمثلا سباكه كهرباء هي حلوه كله، بس هنا العماله المكسيكيه اللي جالنا من المكسيك ما هم دول بيشغلوا بعض ورخاص خالص وهم ابو العماله دي، فحتى الحرفي بايده برضه بيتعب وربنا بيعول الكل. ايوه صحيح هو اللي ربنا بيتعب ساعات يعني ساعات كتيره اقول العيله دي يا رب جايه تعمل ايه، وابص يا ربنا فتح واشتغلوا. فساعات ربنا بيخيب ظننا. طيب نرجع للخليج بقى، رحله الخليج. ايه اللي شفته هناك؟ فانا بحب لوجوس، فكنت عايز اروح اشوف الناس دي هل بيتفرجوا على قناه لوجوس ولا لا. فرحت الامارات بكل الامارات بتاعتها، ورحت الكويت ورحت قطر، وفوجئت ان يمكن 60% ما عرفوش عن لوجوس حاجه. فشعرت ان انا يعني كان لازم اروح. حاجه تاني اكتشفتها، وكنا زمان مثلا نسمع اللي راح الكويت ولا راح السعوديه ولا راح الامارات امه داعيه له. خلي بالك وبيجيب قرشين ويجي. قالوا لي الموضوع اتغير خالص. الايجارات بتاعت السكن بقت غاليه جدا. دي حاجه. حاجه تانية المدارس غاليه جدا. حاجه تاني
ان الفلوس اللي بياخدها بياخد مرتب كويس، عم بيل عربية وسكن ومدرسة ما بيزيدش عنده حاجة. فكان زمان بيحوش ويبني مثلا عمارة في مصر، بيبقى عمل حاجة للريتايم بتاعه. قابلني صديق ليا هناك قال لي انا غلطت غلطة كبيرة. قلت له ايه؟ قال لي 32 سنة في المكان ده ودلوقتي وصل سني 65. طب بعد كده لازم همشي. يعني عشت عيشة كويسة، بيت كويس، عربية كويسة، اكل كويس، عيالي اتعلموا حلو، خدوا ماجستيرات من برا، لكن دلوقتي انا هروح على المعاش. ما اقدرش اقعد في البلد دي، ما يدهوش حق الاقامة حتى بعد السنين دي كلها. بعد السنين دي كلها وانس الكونتراكت يخلص لازم يمشي، يقولوا باي باي بعد كده. فمش شعر انه ايه، مش زي امريكا. امريكا انا مهاجر، البلد بقت بلدي. اي وهما بيعاملوك على هذا الاساس. اللي انت البيت ده بيتي، واحد امريكاني صح. العربيه دي عربيتي. بشتري عفش بقلب جامد لان انا قاعد. وحتى لما اكبر وابقى ريتايرمنت على المعاش هاخد معاش منهم. وكمان لي امتياز يعالجوني. فدي امتيازات حلوه. فدي خلت الشخص، انا مش عايز اقول مهاجر لان هو مش مهاجر، لكن اللي عنده اعاره لبلد تاني بره بلده مش هتديله ورق هجره ولا يعني ولا اقامه انه يقعد مدى الحياه. فعشان كده بيفكر ان انا دي فتره زمنيه صغيره ولازم اطلع. فبيقول ايه، زمان كانت الدنيا ماشية، فلما كبر الجيل اللي جه جديد خالص ده كبر، قال للصغير خلي بالك ما تغلطش غلطتي. لا، دور على بلد تاني وتمرمط فيه وانت صغير، بس يكون بلدك. زي كندا، استراليا، امريكا، نيوزيلندا، بلاد اللي بتقبل ايه الهجرة. طبعا مش سهلة، وكل واحد بيفكر عايز يهاجر. فلما كنت هناك ما كنتش قادر ألاحق الطلبات والكلمات بتاعت الهجرة، وحتى لما جيت لحد وانا جاي في السكة في تليفونات، طب اعمل ايه، اتصرف ازاي، الكلام ده. فالعدد كبير خالص عايز يهاجر. فاحنا بيجي لنا دلوقتي قلنا جزء من القرى العشوائية وجزء من السياحة، بس مش رؤوس الأموال. الحلوين بتوع رؤوس الأموال قالوا مصر بخير واشتغل في مصر، لكن جالنا الصغير في السن خالص يا دوب حديث الجواز، ده اللي عايز يغامر، فده اللي جاي سياحة. وبعد كده جاي المهاجر اللي هو من دول تانية بعيد عن بلده. يعني لما نقول ان الهجرة قلت، لا ما قلتش، زي ما هي. بس يعني الصيف ده ما شاء الله ولا 150 قصة جايين. زي ما هي بس بقت مختلفة. مختلفة شوية. يعني حضرتك بتقول دلوقتي من ابتدوا من الخليج عايزين يجوا. يعني النوعية اختلفت شوية. طيب بالنسبة للي عايز يهاجر بقى، ايه المستندات اللي المفروض مثلا المهاجر يجيبها؟ بس انا مش بتكلم على اللي جاي بفيزا، لان ممكن الحاجات دي في المطار بيشوف جايب معاه المستندات دي بيقولوا ده انت قاعد وبيرجعوه. طبعا يعني نتكلم بقى على اللي جاي معاه، هياخد هنا الجرين كارد اول ما يوصل في ايده، يعني عارف ان هو قاعد. لو حد جاي فيزا انصح ما يجيبش معاه اي ورق. لو ليه ورق في شنطته بيرجعوه، ودي خطر. ايوه، وبسبب يعني انا اعرف حرام ناس رجعوا حتى من لندن. حتى من ابو ظبي. لان هناك الاميجريشن
فجاي سياحة خليك سياحة، خلي وضعك كله سياحة، حاجتك كلها سياحة، لكن عايز تجيب ما تجيبش معاك مستندات وحاجات تبين ان انت ناوي تقعد هنا يعني. هو ده اللي بيبص لها بالطريقه دي. حتى بيقولوا لو حتى جايب مثلا، لو انت جاي في الصيف هات معاك لبس الصيفي بس، ما تجيبش حاجات شتوي معاك، نقول لك الله انت قاعد قد ايه، فبرضه ده هيبقى في مجال للشك طبعا فيها يعني. ومش كده وبس، ما تجيش غير في اجازه. انا مش ممكن هروح اطلع سياحه واخد عيالي وهم في المدرسه، مش مقبوله. ايوه، لكن اروح سياحه يبقى بروح سياحه في وقت الاجازات. كل دي اسئله بتعرضوا عليها وهم داخلين. لكن نمسك المهاجر اللي هو جات له القرعه وعمل انترفيو وقطع تذاكر وبيصرخ، بيصرخ يقول ايه؟ اغلب التليفونات احنا ما نعرفش حد في امريكا. طب هننزل ازاي؟ هنعمل ايه؟ مين استقبلنا؟ الكلام ده. بنصحك اتصل بالكنايس وشوف مين الكنيسة او الاب الكاهن اللي عنده استعداد. في ناس بتفكر على فكرة ان الكنايس فيها بيوت للناس دي يعني. لا، الكلام ده غلط. الكنيسة بترشدك تنزل فين. فبتقول لك ده بدل هوتيل وتضيع فلوسك، ده موتيل. بدل ما انت مثلا تجيب تاكس والتاكس ده ياخد منك مثلا من 150 ل 200 دولار وعشان بيلف بيك. لا يعني هاخد لك مثال من الكنيسه عندنا مثلا. كنيسه احنا عندنا ناس كتير عندها تاكسات تشتغل، دي اكل عيشها. فنقول له بلاش 200، بلاش 100، خد 80. فيقول حاضر، لانه اتخدم قبل كده. فبيروح يستنى المهاجر ده. بيرد اللي هو اللي اتعمل فيه قبل كده يعني. لما بيستناه وهو راجع بيقف عند محل يشتري له حاجات اللي هي ايه؟ حاجات اللي تبقى اكل بقى وحاجات كده مثلا شبه مجهزه. علشان يعني واحد قال لي طب ده انا معايا 4 عيال وانا ومراتي 6، هنشتري سندوتشات همبرجر ب$7. 7 × 6 ب $42 طقه واحده. طب ما اليوم هو اليوم اليوم طقه $100 في يوم. اه فاحنا بنقول له لا احنا هنساعدك. فبنخليه يشتري عيش، الفول كمان مش الفول اللي هو محتاج فتاحة لانه هيتعب، لا زي السيفن اب والكوكولا بالشد دي كده يروح مفتوحة، شوية بلوبيف، شوية بيض، شوية سمن. وبنقول له هات معاك طاسة صغيرة وحلة وشوية رز يعني حاجة زي كده. فتبص لقيه ايه، عاش 10 ايام سهلين شوية عارف يعني يعيش. فدي بتبقى في موتيل. فاثناء الموتيل ده بعد ما خلص المحل نزله في الموتيل، بعد ما نزله في الموتيل بيتصل بينا بيقول غرفه رقم كذا. احنا عندنا التليفون لانه هنتواصل معاه ازاي. فبنطلب الموتيل تاني ونقول له وصلونا بغرفه رقم كذا. فبنوصل له. متفقين مع بنك. طبعا البنك ده لما احنا نجيب له عملاء هو بيبقى فرحان. فمتفقين مع المدير بيبعت لنا موظف من البنك للموتيل ده يجيبهم. يعني لما يكون في ناس كتيره بيسهلوا المواضيع طبعاً. يعني للناس. طب اتس جود. فبيجي في البنك يفتح له الحساب. وهو بيفتح له الحساب ويفتح له الكريدت ويفتح له كل حاجه ويحط فلوسه. واتمنى اللي جاي ده يكون سامعني، يكون صادق، يحط كل فلوسه. مع 15,000 حط ال 15,000، لان بيقع في مشكله يقول له لا حط بس 200 ودار الباقي. غلط. حط كل فلوسك. ليه؟ لان لما بيحط كل فلوسه بنقدر نشتري له عربيه.
وندفع له الديبازيت وبناخد ورقه من بنك ستيتمنت بنك بنقول لهم ده معاه فلوس فبياخد شقه من غير ضمان مش محتاجين لي ضامن فبقي خد شقه ومعاه في البنك البتاع ده معاه العربيه ومعاه عفشه ودفع شهرين فعمبيل ما وقف على رجليه خلص الفلوسات فلما اروح اطلب مساعده اروح للراجل اللي هو بتاع السوشيال وركر بقول له ان انا معايا فلوس وادي الستمنت بنك ب 15,000 شريت عربيه الفلانيه ودفعت الايجار الفلاني واخد له كشف حساب بكل الحاجات دي خلصت الفلوس ساعدوني في البدايه لحد لما الاقي شغل كلام مقنع كلام صادق هيساعدوه لكن لما اروح اقول له انا معايا 200 دولار بس ما عنديش غيرهم طب كنت عايش ازاي انا عايزه بس نوضح النقطه دي للسبيشال للناس اللي هم مثلا في مصر مش فاهمين السيستم هنا ماشي ازاي يقول لك يعني ايه يعني احط فلوسي في البنك طب انا ما اروح اشتري عربيه واروح اشتري يعني ايه البنفيتس اللي هاخدها اللي هتقعد عليا لما احط فلوسي في البنك طب انا هصرفها فعايزين يعني نفهموا ايه السيستم هنا ماشي ازاي السيستم هنا للاسف لا يعترفوا بالكاش لكن يعترفوا بالبنك على اساس ان انا معايا ورق بيثبت يعني تخيلي في ناس راحوا هناك وقالوا له ايه انا كان معايا 20,000 وخلصتهم مش عرفني ممكن لسه معاك تاني ممكن بتكذب عليا لكن لما اقول له ادي الورقه بتاعت البنك بتشهد جواب من البنك بيشهد ان انا رقم الايداع بتاعي كذا كان فيه 15,000 طب وديتهم فين؟ في اليوم الفلاني طلعت شيك للايجار، في اليوم الفلاني طلعت شيك للعربيه، أيوه. في اليوم الفلاني طلعت شيك للعفش. في اليوم الفلاني وعشت بالباقي اكلت وشربت وكده. في مصداقيه في صدق في اقناع بيديني المساعده. فيبقى البنك هو ما الا بيديني ورق باثبات دوكيومنت في ايدي ان انا معايا كذا كذا كذا. لكن لو انا داخل زي ما بيقولوا لي داري ودس واشتغل كاش وكاش على الترابيزه عطيت العربيه كل ده ولا ليك اي تاريخ أي يعني الواحد بيبني تاريخه هنا عشان بعد كده لما الواحد يطلع مثلا فوق ال 65 اللي بنفيتس ياخد سوشيال سيكيورتي لازم يأيد الحاجات دي كلها لازم لا وكمان حاجه تانية البلد دي بتعتمد على فلوس الغير مش فلوسي ولو انا معايا فلوس ما حدش يعني سوري لا اعرف اشتري بيت ولا اعرف اشتري عربيه ولا اي حاجه لان فلوسي مهما كانت صغيره انا قدامي بيت بنص مليون ومعايا 100,000 ايوه ما اعملوش حاجه طب اشتري البيت ده ازاي اول حاجه لما جيت وانا صغير خالص معايا فلوس قليله قلت طيب افتح حاجه اسمها سكيور كريدت هحط 300 دولار ال 300 دولار دول سكيور كريدت اعطاني في ايدي فيزا فابتديت تبني الكريدت بتاعتك لان لسه لا عندي لا شغل ولا عندي وظيفه ولا عندي بيت ولا عندي اي حاجه فبضمان فلوسي فبديت وكمان غلط انك تستعمل كل الكميه يعني مثلا انت عندك فاتح ب 300 دولار استعمل 150 بس عشان ما يشعروش انك انت مفلس فبستعمله في الجاز بستعمله في المحل السوبر ماركت بستعمله ده اول ما تجيني الفاتوره السيستم هنا عشان تبقى فاهم بيجي لك الفاتوره ويجي لك معاها ظرف جواب ايوه وبيقول لك انت ممكن تدفع 10 دولار المينيمم بتاعك والانترست بتاعك مثلا 22 فانا المفروض بقطع الحته اللي هي هبعتها وما اخليش العشرة لان لو دفعت 10 بس شهر اللي جاي ال 100 دولار بيجوا 122
لان دفعت 22%. ايوه. فانا بكتب ال 150 بالكامل وبحطهم وبحط معاهم الشيك وارميه في نفس اليوم. لان لو اتاخرت او لاي سبب بوسطه اتاخرت هيحط عليه الانترست. ايوه. فبالطريقه دي كل يوم كل يوم لمده سنه بيشعروا ان انا انسان ملتزم، انسان بدفع كويس. فيعمل ازاي؟ يديني 300 بتوعي تاني وهو يقول لي انا هسلفك 500. بعد ال 500 يبقى 1000، بعد ال 1000 يبقى 2000، بعد ال 2000 ابص الاقي شركات تعالى انا هديك 5 وده هديك 10، لا مش ب 22 ب 15، لا انا هديك ب 10، لا انا هديك ب 5، انا هديك لمده 6 شهور ببلاش خالص ولا انترست، لا تعالى انا هديك لمده سنه ببلاش خالص مفيش ولا انترست وهديك 20,000. ليه؟ لان ده تاريخي وسوري في التعبير وشرفي في المعامله البنكيه، فاقدر بعد كده ال 100,000 اللي معايا احطهم مقدم في شراء بيت والبنك يضمني بال 400,000. فاقدر اشتري بيت. لكن لو انا معتمد على الكاش في كل حاجه ايه التاريخ بتاعي؟ ولا حاجه، ولا حاجه، زيرو. فلازم الواحد يبص لقدام ان في ناس كتيره جدا جدا بتشتغل بالكاش وما مختلف خالص عن بلادنا وبتصرف كاش ويقول لك يا عم انا هعمل ايه انا ما دام مكفي نفسي، لكن ما بيبصوش بقى بعد كده ايه اللي عايزين زي ما بتقول يشتروا بيت يشتروا عربيات يعني يبقى ليهم تاريخ في الكريدت. لازم ده الكلام ده ما بيحصلش طبعا. طيب نتكلم على المستندات بقى اللي يجيبوها من مصر مثلا جايين او من اي من البلد اللي هم جايين منها، ايه المستندات اللي هم عايزينها هنا؟ كل ما هو شهاده. شهاده ميلاد باللغه الانجليزيه. كله يترجم بقى مترجم، وما تتعبش نفسك في التوثيق. التوثيق غير مطلوب. نروح في الاول شهاده مدرسه مثلا يقول لك لا دي فيها الختم بتاع المدرسة، لا اديها المنطقة التعليمية. منطقة التعليمية تبصيني لا اديها للمحافظ، المحافظة تبصيني تقول لي لا وزارة التعليم العالي. أي. وزارة التعليم تبصيني تقول لي لا وزارة الخارجية. كل ده ملهوش لزوم، دي فلوس في الأرض، تعب في الأرض. فأنت محتاج بس تجيب شهادة المدرسة، شهادة الميلاد، شهادة التطعيم. أيوة. والتطعيم هتطعم بيها برضه ابنك عند الدكتور الامريكاني. أيوة. وبنختار له دكتور مثلا مصري عشان يعرف يتعامل مع بعض كده. الابن دخل فين؟ المدرسة بثلاث شهايد. شهادة تطعيم، شهادة ميلاد، شهادة الفصل. نمسك الكبير. الكبير لازم يكون جايب معاه شهادة التخرج بتاعته وايه المواد اللي درسها وايه التقديرات بتاعته، مقبول وجيد وجيد جدا والكلام ده. ليه؟ لان ممكن لو انا مثلا مهندس بلاش محاسب اللي احنا اتفقنا انه مسكين المظلوم المحاسب ده، انا هاخد شهاده المحاسب ده واروح طالع على الجامعه اقول له ما انا عايز ماجستير في الحسابات. طب ورينا الشهاده بتاعتك، اطلع الشهايد والتقديرات بتاعتي ويعتمدوها، اقدر اخد ماجستير هي دي اللي شغلني وهي دي اللي هتجيب لي فلوس بمركز كويس. لكن بالبكالوريوس معترف بيه ومحتاج اخش سي بي اي وضنين ما باخد السي بي اي، وبعدين بعد ما اخد السي بي اي بيجي المحاسب يقول لي لا ما احنا عندنا كذا واحد سي بي اي. فدي بالنسبة للشهادة. كمان لو حاجات تانية مثلا شهادة جواز، شهادة حاجات كتير، كل الشهايد لو بيعوزها بيجيبها. شهايد الخبرة في بلدك لا تصلح هنا. ما تتعبش نفسك وتجيب شهايد خبرة وتترجمها وتوثقها غير معترف بيها الا لو بيشتغل في شركه ليها فرع هنا. ده بس هي دي الحاجه الوحيده. لو هو بيشتغل في شركه ليها فرع هنا هو محظوظ. مثلا في ناس جات اشتغلت كانت في
اتش دي ال دول بتوع الشحن. أيه. دول اشتغلوا فيها زيروكس، في ناس كانوا مديرين هناك اشتغلوا في زيروكس. في كانيون اشتغلوا في كانيون. دي الشركات اللي انا فاكر الناس اللي اشتغلت فيها. أيه. أيه. مهندس بتاع اسمنت كان في شركة مش عارف في ايه دولة ايه، وكانت شركة امريكية الفتحة المصنع، وجابش الخبرة بتاعته اللي هي بتاعت نفس الشركة دي خدوه في فيرجينيا واشتغلوا كويس. That's nice. طيب الاولاد بقى اتكلم مثلا، يعني قلنا الاب والام مثلا مصيرهم ايه، ده اللي فيهم هيشتغل اللي هيدرس، الاثنين ممكن يدرسوا مع بعض يعني في options. الاولاد بقى لما بيجوا الاطفال بقى بيخشوا المدارس على طول، ولا بيبقى بيدفعوا لهم فلوس، ولا بتبقى free، ولا ايه الاولاد نظام المدارس يعني؟ الطفل من حقه يدخل المدرسة في أي وقت في السنة، مش في السن، مش في شهر التقديم مثلا في شهر التسعة. لو الورق جه وخلص بتاع اللاتوري دي في مارس بيخش في مارس، لو خلص في مايو بيخش في مايو. ليه؟ لأن البلد دي مبنية على المهاجر، فعشان كده تقبل المهاجر اللي هو التلميذ في أي وقت. أيوة. وبتقبلوا زي ما احنا قلنا الثلاث شهايد دول. احنا العقلية يعني سامحيني انا بتكلم عن نفسي، عقلية المصرية. انا كان عندي ابني بنتي اولى ابتدائي والتاني تانية ابتدائي. أيوة. كنت في مصر جيب لهم اتنين مدرسين. خلي بالك. وكان الطفل وهو جاي مثلا اجاز نص السنة يدوا لهم ورك يكفيه مثلا مش ال 15 يوم دول سنتين اللي جايين. ايوه. وكان لما بيقدم ابني ببقى فرحان، ليه؟ الواد ده هيتعلم كويس. جيت هنا اخ ابني خلص مدرسة وبعدين راح مولع التي في. ايوه. قلت له يا بابا احنا جيل البلد دي عشان نكافح مش عشان نتفرج على التلفزيون. بابا انا خلصت هوم ورك. لا خلصت ايه حبيبي تعالى. تروح تقول لهم ادوني هوم ورك زياده. وده بيحصل. انا بقول لك اللي حصل معايا. لا ما ده يعني فعلا بيحصل، حاجات دي بتحصل. فراح الولد قال للمدرس اديني الهوم ورك زياده. بابا عايز هوم ورك زياده. فالمدرس راح للناظر. قال له عندي تلميذ ابوه بيقول لي يدي لهم ورك زياده بتاع البيت. فقال له خلي ابوه يجي يقابلنا. فلما رحت هناك قال لي انت ليه عايز ابنك عايز يعني يتعب في المذاكره زياده؟ قلت له احنا سايبين بلادنا وتعبنا عشان يذاكر ينجح ينفع. ايوه. قال لي احنا هنا بنشرح له وبندي له الهوم ورك ونساعده يحل الهوم ورك، واما البيت قلت له ايوه، قال للراحه. ما خدناهاش دي ما نعرفهاش. قلت له يعني ايه للراحه؟ قال لي يتمتع بطفولته. يتمتع بحياته. ازاي يعني؟ قلت له يعني اعمل ايه؟ خده في بارك، جنينه، يفسح، يتمتع بحياته، خليه يتمرجح. طب والمذاكره؟ قال لي ما تخافش عليها. احنا المسؤولين عن المذاكره. كان صدمه بالنسبه لي. لان انا جاي بفكر ان العيال دي لازم تذاكر بطريقه معينه ويبقوا مش هتشيل راسها من الكتاب يعني خالص. وللاسف للاسف انا يعني ما بقولش حاجه، بس السيستم في مصر في التعليم يعني ال 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 الولد او البنت بيطلعوا مش فاهمين حاجه. انا لما جيت انا جيت صغيره هنا دخلت المدرسه، الالجبرا والحاجات دي انا كنت شاطره فيها هناك، بس لما جيت هنا في التعليم ما كنتش بذاكر as much زي ما كنت في مصر. لكن اسلوب التعليم يعني اقول ايه، زي ما كنت الدنيا نورت، عارف كانت الدنيا ضلمه ولقيت نور في التعليم هنا. طبعا الواحد بيستفاد، بيطلع عنده معلومه
في مصر انا فاكره يعني واحنا صغيرين نقعد نذاكر 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 وبنطلع نكب حبه المعلومات في الامتحان ونطلع ما فيش معلومات، ما فيش اي حاجه خالص، مجرد بس الطفل بيحفظ ويحفظوه وخلاص، لكن تطلع بمعلومه ما فيش معلومه. هقول لك ابسط حاجه، لما كنت بذاكر لايسنس بتاعت مثلا كهرباء، فكمهندس خدت كهرباء، فانا عارف الابراج والكيبل والبطن بتاعت الكيبل والزوايا والمطور والحاجات دي كلها. فجبت كتب اذاكر هاخد لايسنس كهرباء، عمال اذاكر في مواتير وبتاع دهوت وكابلات وانواع الكابلات كل ده. دخلت الامتحان بيقول لي المسمار بتاع وش الغطا بتاع المفتاح نور تطيب، ايوه المسمار ده الصغير مقاسه كام؟ طب فين الكابلات؟ فين المواتير؟ فين اللي اندشيته؟ فلو انا عندي خبره في الكهرباء بروح المحل بتاع الكهرباء وانا مغمض باخد 32 على 6. فهو بيسالك عندك ايه خبره؟ مش ايه دش؟ ايوه يهمه خالص الخبره. فانت بتقولي المعلومه ده كلام صح، هنا التعليم بيديني المعلومه اللي بعيش بيها اللي هتنفعني. صحيح، مالي انا ومال الصين فيها حشيش الزفانه وبتاع وكلام زي ده. فكانت يعني مختلف. مش عايزين نخش في لا، اصل في كتير مصريين بيجوا فاكرين ان التعليم هنا سهل ومش زي مصر بقى بيذاكروا بتاع، يعني العكس تماما. هنا التعليم صعب مش سهل، صعب جدا، صعب جدا ومش سهل، مفيد جدا ومفيد جدا، مشوق جدا. انا كنت عارف لما احب مثلا ادب عيالي، طب بكره انت هتغيب من المدرسه. طبعا في مصر كان هيبوس ايديا. لا بابا ده حلو. لكن هنا لانه في كمبيوتر وفي مدرسه مبتسمه وفي اصدقاء حلوين، انجوي بالمعلومه، انجوي بالتعليم. انا بتمتع ان انا بعرف حاجه كويسه. فعشان كده المدرسه هنا حلوه. لا وحاجة ده حاجة كمان، لما كنت في المدرسة هنا وانا صغيرة يعني كنت الاقي الاولاد والبنات عارفين عن مصر اكتر ما انا عارفة، طبعا عن قدماء المصريين اكتر ما انا عارفة. طب ده تاريخ، بيدرسوا تاريخ غير تاريخهم وانفورميشن غير، طب يعني لدرجة ان اللي غريب يعرف عن بلدي اكتر ما انا عارفة مني. صح يعني ده كلامك صح. فاحنا بنيجي بمنتاليتي ان احنا عايزين ندش. فدي بيصدم فيها الاب والام، حرام خالص. وبعدين يجي من ضمن الحاجات يقول لي، وهو مثلا في بلده، ممكن تبعت لي العنوان بتاع الابارتمنت اللي انا هنزل فيه؟ او ماله ابعت له. ايوه. فيروح شايف المدرسه ودي واحدة كام من 10 والبلد دي واحدة كام من 10، يقول لي ممكن اسكن في فاونتن فالي، بلاش اسكن في ويست مينستر. ليه؟ اصل المدرسة هناك الدرجات بتاعت التعليم فيها اكتر. ايوه انا جاي عشان عيالي. فبيدرس من هناك وكل هدفه عياله. لما يجي يلاقي الابن ما يعني البيت معناه متعة والمدرسة هي مدرسة، فبيصدم. انا فاكر واحده كان عندها ولد، وبعدين في المدرسه قالوا لها ان احنا هنحل مع الهوم ورك، فقلت لهم لا انا عايزه انا احل له الهوم ورك. طيب حل الهوم ورك. فبقت الولد طبعا مش مولف على الطريقه بتاعت ماما، مسكه له المسطره وتصرخ فيه. فالواد مش مؤلف. ايوه. فهم عشان يحلوا المشكله دي قالوا لها فيه طريقه تانية. انت تروحي كوميونيتي كوليدج تاخدي انجلش، يشيلوا ماما من الموضوع وهي تتحل، واحنا في الكوميونيتي كوليدج دي
هنجهز حد يحل الهومورك لابنك. يعني بيفكروا ازاي الولد ده ياخد المعلومة بس بطريقة صح. بطريقة صح، هي دي بطريقة صح، بطريقة علمية صح خالص. فادي من ضمن مثلا ايه التعليم. حاجة تاني في التعليم مثلا هنا في ابتدائي بيدوهم وجبة. طبعا كلنا جايين جداد فبنبقى محدودية الدخل، فبنجيب جواب ان انا محدود الدخل، فبيدوا ابني او عيالي وجبات غذائية في اللانش، يعني في اللانش في السكول او يعني. لكن تخيلي ان انا في اعدادي مثلا، على فكره انا قلت الكلام ده وفي واحد زعل مني خالص، قال انت واخد فكره غلط خالص عننا. ف بتدي له الساندوتش معمول بطريقه بتاعت مصر، جابت الجرايد اللي وصلت لها ولفتها كده وعطت له الساندوتش، بيضحكوا عليه. في كيس مخصوص بتاع اللانش، تلف الكاسكو وتجيبه وتحطه جواه الساندوتش وتطبقه له وتديه لابنك. حاجات صغيره زي كده انت بتسبب احراج لابنك من غير ما تدرى. طريقه اللبس، احنا في مصر مؤلفين نيوفورم، طب هنا مفيش نيوفورم. هود اطلع بنتي بفستان جميل خالص وكله ورد وبتاع وشيك وصندل ابيض بكعب صغير رايحه المدرسه، العيال بيضحكوا عليها لان هنا كله بيلبس جينز وبلوزات. فلازم يعني بقول للمهاجر ما تضيعش فلوسك وتشتري حاجه من بلدك، خلي فلوسك معاك واشتري الهدوم من هنا، ارخص ارخص صحيح يا واحسن في الجوده. وبعدين عشان تبقى لونك زي لون اخواتك صحيح. ما تغيرش. فبيبقى التلميذ بالتالي ما عندوش سبب انه يكون، وانت عارف العيال الصغيرين بيضحكوا على بعض طبعًا كتير في طبعًا اي مكان. ما نديهمش فرصه حاجه مخامه في ايدهم انه يستغلوها ضدنا. ايوه ده بالنسبه للتعليم في اعدادي او في ابتدائي. لو دخلنا ثانوي ايوه هنخش في مشاكل. ليه بس خير؟ مشاكل ايه؟ ربنا ما يجيب مشاكل. واحده قالت لي رحت اودي بنتي، طبعا الفكره احنا ما بنسيبش عيالنا يروحوا ابدا وحديهم، مؤلفين في مصر وديهم مدرسه بايدينا هنا برضه نوديهم. ايوه فهي راحت تودي بنتها المدرسه. لما راحت تودي بنتها المدرسه فشافت يعني ومستنيها تاخدها كمان من بره، فمستنيها جوه العربيه عمال بنتها تطلع. فشافت يعني ناس كتير طالعه من ضمنهم ستات حوامل. فجت لبنتها، المدرسات بتاعتكم عدد كبير حامل. يا ماما دول مش مدرسين، بل ايه؟ دول طالبات يا ماما. يا لهوي، لا مش هتروح المدرسه دي تاني. خلي بالك. ففي مشكله بنقع فيها اللي هي هل انا صح ان اجيب عيالي يتعلموا في وسط مجتمع وخصوصا لما تبقى حتت شعبيه. لا ده ما كانش على ايامي ده خالص، الحاجات دي حاجات لسه جديده الظهر ده يعني. دلوقتي عملوا لهم مدرسه ادلتس، الحامل بيبقى ليها مدرسه وتروح. ده النظام الجديد. ايوه تبقى برنامج اسمه برنامج الامهات. فبيبقى في اللحظه دي الام بتخاف من البوي فريند والجير فريند والكلام ده. احنا مش هنقدر نكون مع عيالنا في الفصل، لا طبعا احنا ما نقدرش نحرسهم طول الوقت. عشان كده بنصح الاباء والامهات اغرزوا في عيالكم الايمان بدري. زي ما بتغرزوا العلم بدري 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 أوه. ولازم يكون بدري. والايمان ده يبتدي في مين؟ في بابا وماما صح. في الاول طبعا طبعا، لان هما بيبصوا بعينيهم. لو بابا وماما بيمثلوا
هم هيمثلوا طبعا. لو بابا وماما عينيهم بره هم عينيهم هتكون بره. لو انا خايف على ابني صح وبنتي صح لازم اكون قدوه ليهم طبعا. يعني ليد باي اكزامبل، ان الطفل ده عباره زي السبونج بيمص الحاجه ويمص المعلومات ويمص شايف بابا ومامته بيعملوا ازاي، هو ده الحاجه الوحيده اللي قدامه اللي شايفها. ده مهم خالص. فقلت لام كانت مرعوبه، قلت لها انت بتروح البيت بيبقى هو او هي في الفصل وحديهم، لو انت عطياهم ربنا معاهم هم حاسين ان ربنا معاهم. صحيح. ده يوسف ما كانش ابوه ولا امه معاه، ويوسف كان حاسس ان ربنا معاه. ايوه. فعشان كده ربنا حفظه. فالايمان في الدول اللي انت هتهاجر ليها مهم جدا جدا جدا. انا بيعجبوني ناس يقول لي فين الكنيسه؟ اهي سكنني جنب الكنيسه. اهم حاجه دي، اهم حاجه. وعلى فكره في عائلات كتيره جدا يعني شفتها وسمعت عنها ما كانوش قريبين من ربنا قوي في مصر، جم هنا قربوا جدا من ربنا. كتير قال لي ما كانش ليا في ربنا، لما جيت هنا مسكت فيه بيدي واسناني. وده بيكون سر نجاح الولاد. العيله المتدينه بتاعه ربنا حقيقه. انا بشوف عيالهم لسه على العيد كدف، رحت عيله كان الولد سنه 4 سنين واخواته اصغر منه، فبيكبر قدامنا. فرحت في العيد لما لقيت واقف بيقرا البتاع ده الكاسيليكون باللغه الانجليزيه بطلاقه والقاء وحاجه حلوه، وفي الجامعه هيبقى دكتور. براود طبعا. خلي بالك طبعا. ليه؟ لان بابا وماما ماسكين في الكنيسه. فالعيال اوتوماتيك طبعا طبعا. فده بالنسبه يعني انا ملياش. وواحده تانية قالت لي لسه امبارح انا نفسي اخد اجازه من شغلي. قلت لها ليه؟ قالت لي ابني فاضل له 3 سنين ويخش في تين ايجر. طب بعدين جيت اتمتع بيه قبل ما يبقى عنده عربيه ويقول له رايح عند اصحابي ورايح هنا وبعدين يخش الجامعه وعنده محاضرات، وقلت لي مش هشوفه تاني. اشبع بيه في ال3 سنين دول. وليه حق. فمهم خالص خالص في الهاي سكول ان نعلم عيالنا الايمان. نبعد خالص عن الخناقات والصوت العالي والتأديب. ممنوع نمد ايدينا على عيالنا. احنا هنيجي عند الضرب دي بعد ثانيه، بس عشان عايز اكمل موضوع التعليم. الجامعه الجامعه بقى نظامها ايه هنا بالنسبه لو في جتني عيله مثلا عندهم ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه؟ اللي بيتظلم الجامعه. ليه؟ اول سنه. لان بتاع المدرسه من اول يوم احنا اتفقنا في اي شهر في اي يوم هيخش. فكله دخل مدارس. يجي بتاع الجامعه عايز يخش وليكن مثلا في اولى صيدله في ثالثه علوم، خلي بالك ما يقدرش يخش. ليه؟ نمره واحد ما حجزش المواد اللي هو عايزها. نمره اتنين هو لسه مش مواطن في مدينه في بتاع ده في ولايه كاليفورنيا. كمل سنه. انا بتكلم على كاليفورنيا بالذات. طب نحل ايه؟ انا بس تبقى اتكلم اخد نقطه نقطه. هنا الجامعه عشان في مصر مثلا اللي بيخش صيدله بيدوا له بروجرام معين، بيخش كذا الفصول بتاعتك كذا وهتخلص كذا وهتتخرج كذا. هنا مش كده، ده مختلف. هنا بتختار الفصول بتاعتك، بتختار الجدول بتاعك، ممكن عندك كلاس بالليل كلاس الصبح. يعني الاولاد اللي معاك في الكلاس بتبقى مختلفه خالص عن كل سنه. فهنا غير مصر في الحاجات دي، الا مثلا لو دخل بقى مثلا طب او حاجه بتبقى واحده. لكن في معظم الجامعات هنا مثلا زي الكمبيوتر زي المحاسبه زي الحاجات دي كلها بتبقى انت اللي بتختار الفصول بتاعتك. فانا بس حبيت اوضح الكلمه ان ازاي بيختار الفصول. نمره واحد عشان ما نضيعش عليه السنه
وهو لسه ما كملش سنة في كاليفورنيا لسه جاي، فبنخليه ياخد كورس انجليش، بيخش يعمل امتحان يحدد المستوى بتاعه، هنا مطلوب مثلا سكاجول 100 ويروح داخل ويكمل السنة دي بس ياخد المستوى الانجليزي اللي يأهله لدخول الجامعة، لانه هو مش خريج هاي سكول هنا، هو اجنبي. ايوه، فلازم علشان يخش لازم يكون في مستوى معين انجليزي. المستوى المعين الانجليزي ده لانه هو مش مواطن كاليفورنيا فلازم يدفع فلوس. فيبقى بيدرس ايه؟ مادة واحدة. بندفع فيها الفلوس ونستفاد بالسنة دي. بعد ما بقيت مستوى انجليزي بتاعي حلو وانا في نص السنة بطلب الكونسلر بقعد معاه. بقول له ان انا كنت نفسي ادرس صيدلة وانا في سنة اولى صيدلة وادي المواد اللي انا جبتها. فيبتدي الكونسلر يوجهني ناحية كلية صيدلة. كلية صيدلة النظام الامريكي ايه؟ سنتين في الاول نقول كوميونيتي كوليج او عام. سنتين تاني كأنه بياخد بكالوريوس علوم، سنتين تاني بياخدهم تخصص صيدلة. يبقى كأنهم ست ايه؟ ست سنين. طب السنة اللي انا خدتها في مصر ما بتضيعش، بتثبتها هنا كمواد وانت جايب الشهادات بتاعتك وكده، وبتعين الكورسات اللي هتاخدها قبل ست شهور من ميعادها وبتحجزها. ايوه، وبتتفق معاها وتبتدي تخش زي ما انت قلتي، ممكن يكون كل كورس مختلف عن التاني وتلاميذ مختلفين. بخلص السنتين دول، مطلوب مني في السنتين بتوع الكوميونيتي كوليج دول انا داخل اجيب سكور حلو خالص يؤهلني اخش جامعه كويسه. في الجامعه الكويسه دي سنتين تانيين لهم معلوم، لازم اجيب سكور كويس خالص يأهلني اخش صيدله التخصص. بعد كده بخش صيدله، وبعد صيدله بتقدم. وهنا كم انا ما اعرفش لسه نظام مصر في حكايه الثانويه العامه، يعني من زمان انا سايبه مصر. الثانويه العامه طبعا هي دي اللي بتحدد مصير الانسان يخش جامعه ايه او كده. هنا طبعا غير خالص. يعني ممكن يكون مثلا واحد مش جايب درجات كويسه في ثانويه عامه، لكن عن طريق ان هو يخش الجامعه وهم بيوجهوه ازاي يرفع درجاته وازاي يخش الحاجه اللي هو عايزها، بيقدر يظبط حياته ويظبط الاديوكيشن بتاعته بحيث ان هو بعد كده يخش، ممكن يخش طب، ممكن ما يكونش مثلا بيجيب درجات كويسه في ثانويه. مثلا في ثالثه اداب، ايوه، لغه الماني، وبعدين يقول لي انا زعلان. ليه؟ لان انا ما هستفاد ايه باللغه دي واستفاد ايه بالشغلان دي. طب ايه اللي انت عايزه؟ انا نفسي ادرس الصيدله. المفتاح في ايدك. في ايه؟ لو انت جبت مواد بتاعتك دي وذكرت وجبت سكور كويس درجات حلوه هتدرس. تبص لايه؟ ذاكر وبقي في صيدله. ايوه، في حين انه كان جاي من مصر متحطم لان الثانويه العامه ضيعته في نص درجه في الميه مثلا. بالظبط. حاجه تاني، في مصر في ثانويه عامه والجامعه سن معين. يعني على ايامي انا كان 22 سنه ما تقدرش تخش الجامعه. اذا وصل سنك 22 سنه ما يقدرش يخش الجامعه. صحيح، لا ما اعرفش الحكايه دي. هنا ممكن لحد 90 سنه، سنها 70 سنه ودخلت ميديكال سكول. ايوه، فقالوا لي انت سنك 70 وداخله ميديكال سكول قدامك لسه سنتين وثلاثه ريزيدنت. قلت لهم كان نفسي وامل حياتي ادرس ميديكال سكول. قال طيب يعني انت هتشتغلي؟ انت سنك 70. قلت لهم مع سن ال70 تبدا الحياه. شوف الامل، شوف صحيح، شوف الجامعه، شوف الفرص هنا. اقول قصه تاني. اتفضل. واحد كان بكالوريوس، كان ليسانس اداب لغه انجليزيه ومخلص، جه هنا اشتغل ايه؟ اشتغل في بنك تيلر. ايوه، تيلر يعني بياخد فلوس من العملاء
ويسجلها او شيكات او يسجلها ويديهم اللي عايز يوصل. بعد اذنك مش عايزك تخلص القصه دلوقتي، ممكن ناخد يوسف معنا من شيكاغو ونكمل القصه. الاستاذ يوسف من شيكاغو، مساء الخير يا فن. مساء النور، اهلا بحضرتك. لو سمعت في سؤال على الجنسيه، اللي بيسقط في الامتحان الجنسيه يعني لما بيسقط في الشفوي، هل بيسقط في كله بيعيد كله ولا اللي بيسقط فيه بيعيد فيه؟ طب بص استاذ يوسف، احنا هيبقى معانا الاستاذ جورج مليكة المحامي الاسبوع الجاي، تقدر تساله على اي حاجه بخصوص الهجره والاميجريشن والسيتيزنشيب. شكرا يا فندم، شكرا. اتفضل يا استاذ رضا، مش اسف. فهو كان شغال في بنك فعجبته الحسابات والكلام ده، فراح قال لهم انا ممكن ادرس قسم المحاسبه وانا في البنك هنا. قالوا له احنا عندنا برنامج في البنك ممكن نصرف عليك لحد لما تخلص بكالوريوس. راح ذاكر وبقى بيشتغل بارت تايم وفي الجامعه، بارت تايم وفي الجامعه لحد لما خد ايه البكالوريوس. جميل. بعد ما خده خده بتفوق. قال لهم طب ممكن اخد ماجستير؟ قالوا له اه ممكن، هنساعدك خد ماجستير. خد ماجستير. بعد ما خد ماجستير قال له طب ممكن كمان اخد دكتوراه؟ اتفضل خد دكتوراه. لما خد دكتوراه كان الفيدرال بتاعت الاير اس منتظرين، اختاروه بالاسم. احنا محتاجينك لانك انت متفوق، عايزينك في الاوديت. فشوف كان انجليزي وكان يعني سامحيني مستقبل ممكن يكون متواضع. شوف دلوقتي بيجي مصر صحيح، فبلد بلد فرص وملهاش دعوه بالسن، ملهاش دعوه بالسن. هي بس كل اللي مطلوب منك انك تتعب تجاهد. هتلاقي سبعة. طبعا سمر جامد. صحيح، لما تجاهد هتاخد. صحيح. طيب كده جميل، غطينا المهاجر لما بيجي هنا ايه الحاجات اللي هو عايزها، والشغل والدراسه والاوراق والحاجات دي كلها. نتكلم بقى على لما يبتدي بقى يقف على رجله ويبتدي يعيش هنا في البلد، والعادات والتقاليد زي ما قلت في اول برنامج. في عادات وتقاليد جايين بيها المصريين بلدهم او اي حد تاني بيجي من بلده بيجي بيعيش بيها هنا، فاكر ان الناس هنا في امريكا فاهمين العادات والتقاليد بتاعتهم دي، وساعات بتسبب لهم مشاكل جامده. هو بيعملها بسلامة نية، لكن العادات والتقاليد دي مش مسموح بيها في البلد اللي هو عايش فيها دي. وبيحصل كتير ان هم ممكن بيتحبسوا، ممكن بيترحلوا، ممكن بياخدوا الاولاد منهم. هنتكلم على العادات والتقاليد الوحشه دي، وحضرتك اكيد بتشوف قصص كتير جدا جدا من في مصر. اخد حقي بالصوت العالي. اخد حقي بالصوت العالي. لو انا في مصلحه حكوميه وحسيت ان انا ظلمت او حقي هيضيع، بعلي صوتي واتخانق. بعدين يجي المدير ويبتدوا يطبطب عليا ويحجزوا ده من ده، خلي بالك، ويجيبوا لي كرسي واقعد وهنرتاح، وانت بس ايه مشكلتك وهنفكها لك والكلام ده. في ناس كتير بتيجي بالمنتاليتي دي. فمثلا في موضوع ويبص يلاقي حاجه هو مش فاهمها، يعني هو كل اللي عنده انه فهمها غلط، يعلي صوته بتاع، الناس تتخض. هنا مفيش صوت عالي، هنا كل حاجه بصوت هادي. حقك ويجي وعليه وزياده كمان لو انت قلته انا دي ليه، فهموني بس بالقانون. بالقانون مدام حقك هتاخده. القانون فوق الجميع. مفيش يعني حد فوق وحد تحت. طب بعد اذنك ناخد سالي معنا بس من كاليفورنيا. مساء الخير يا سالي. الو، مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. لو سمحتي، انا جايه جديد من مصر هنا. ايوه. في كورونا في كاليفورنيا. ايوه. وانا معايا ليسانس اداب علم نفس، فكنت نفسي ان انا اكمل دراسه وادرس واقوي الانجليش بتاعي وادرس العلم النفس بتاعي وكده. بس انا لسه ولا معايا ورق ولا معايا سوشيال ولا معايا اي حاجه، وكنت عايزه اعرف ايه اللي المفروض ان انا اعمله. ايه رايك تكلم القناه؟ والقناه هيدوها تليفوني ونحكي معاكي نص ساعه يا سالي.
اهو يا ستي. طيب خالص لان دي ده ما ينفعش في 5 دقايق. لكن في مراحل، في مراحل كتيره ممكن اكون معاكي خطوه خطوه لحد لما توصلي وتبقي كد حلوه خالص. خلاص نفرح بيك. خلاص يا سالي، لو اتصلت بالتليفون بتاع القناه هيدوك تليفوني. هيدوك. طيب اوكي ميرسي خالص. شكرا يا سالي. ميرسي حبيبتي، ربنا معاكي. ربنا معاكي. الله يخليك. ثانك يو. اتفضلي. يعني في ابسط حاجه، طلبه مثلا في ثانوي وقدامه مثلا كيمياء، مش عارف الكيمياء دي، من حقه يقول للمدرسة السؤال ده أنا مش فاهمه، ومش بس مش فاهمه، مش عارف أحل. والمدرسة تقعد معاه وقت كافي بعد المدرسة تشرح له كأنه حصة إيه خصوصية، بس من غير ما يدفع، مجانا مجانا. ما فيش ولا اي حاجه هنا على فكره، فيش حاجه اسمها دروس خصوصيه. لا ما فيش. انا برضو ما اعرفش مصر نظامهم ايه، لسه في الحاجات دي لسه ما فيش هنا حاجه. هنا يقدر ياخد حقه ويفهم لانه محتاج. نفس حكايه في المستشفى، نفس حكايه في الشغل، نفس حكايه في البنك، نفس حكايه في المرور، كل شيء بهدوء زي ما بيقول الكتاب، بالهدوء والسكون تخلصون. ايوه. فبهدوء اطلب وري حقك هتاخده، لكن تعلي صوتك في الاخر هتبص لاقي البوليس جالك وقبض عليك وكلبشك لانك طيب. بتعمل مشاكل. هنتكلم على العنف الاسري يا استاذ رضا، وحاجه الحقيقه بنشوفها هنا في امريكا كتير قوي قوي. الزوج بيضرب مراته وبتحصل مشاكل، وبيجي البوليس يروح مكلبش الراجل لوحده. احنا معنا فيديو لو ممكن نشوفه على ضرب الزوجة ونرجع نكمل البرنامج. تعال نشوفه مع بعض. لما نعبوت وبعد ظلنا اللي خدهم يرحم الباقيين ويقر، انما شغل العياط والشويتين دول مش هياكلوا معايا، مش هيأثروا فيا. ها خير في ايه؟ بتعيطي ليه يا ماما؟ وقف جنبهم، وقف جنبهم. انت متهم زيهم بالظبط. متهم؟ انت برضه يا رشدي بعد 20-30 سنة بتسرقني. انا ما سرقتش حد، انا جامعكم كلكم قدامي عشان اقولها لكم بالمفتشر الصريح. الفلوس كانت في الظرف، والظرف كان في الدولاب، وانتوا كلكم عارفين مكانه، والفلوس ناقصه 100 جنيه. اللي خدهم يرجعهم او يرجع اللي فاضل منه. طب حضرتك يا بابا انا متاكد انك عديت الفلوس مظبوط؟ ولا انا عارف، انا بقول ايه كويس. وانت يا خال؟ انا ما اعرفش ان في ظرف اصلا، ولا اعرف انت حاطه فين. عيش تبقى تعيد يا اخويا لو كانت اتمدت على فلوسك من غير علمك. يعني ما حدش عايز يعترف، يبقى عقاب جماعي. خلاصي خلاصي خلاصي. ايه ال100 جنيه رجعت ولا انا عرفت مين اللي بياكل عيش وبيسرقني؟ معلش انت ماسكني كده ليه؟ اطلع بره، اطلع بره، استنى دورك. لو ضربت البنت تاني انا هصوت. صوتي تصوتي وتلمي علينا الناس وتعملي فضيحه؟ اعمل ايه يعني؟ ما هو من قله حيلتي يعني؟ سيبك تموت البنت قدامي واسكت. ده ما اعترفتش، ما اعترفتش. يعني ايه؟ هتضربها تاني؟ والله العظيم يا بابا انا ما خدت حاجه، والله العظيم. طيب يا ميمي.
شفنا ثلاث حالات مختلفة من العنف يا استاذ رضا، والحاجات دي مش بتحصل بس في الميدل ايست ولا في مصر ولا البلاد العربية، بتحصل هنا زي ما شفناها كده بتحصل هنا. يعني ممكن ناس يقول لك لا دول ناس، يعني اول فيديو مثلا شفناه ناس مش متعلمة قاعدين في حتت يعني مش حلوة، بتحصل هناك بتحصل هنا، الحاجات دي كلها بتحصل هنا. الثالث فيديو شفناه واحد متعلم وشكله دارس في جامعة واولاده دارسين وبيشتغل مثلا في حتت حكومية وبيضرب مراته وبيضرب بناته والولد، يعني كل ده بنشوفه وبيحصل هنا، بيجوا بنفس العقلية دي هنا وبيضربوا الزوجة هنا وبيضربوا الأولاد هنا وبيend up ان ياخدوا الأولاد منهم بيحطوهم في foster homes، تبقى بهدلة. يعني ايه اللي حضرتك بتشوفه في حكاية ضرب الزوجة هنا؟ حاجة امتليت كآب ليه كآبة بمنظر المناظر ديت. واحد قال لي تعبير والحقيقة التعبير ده صح، قال لي نرفزت وغضبت فضربت، وضربت ضرب يعني ناس ضرب مبرح. فقابله واحد مدير بتاعه، طبعا الكلام ده كان في الميدل ايست، فقال له ايه؟ قال له الحيوان لانه ما عندهوش لسان ينطق بيه بيستخدم مخالبه واسنانه، لكن اللي عنده النطق المفروض يستخدم الحجة والتفاهم والنطق، فاللي بيضرب هو حيوان. هو كلامك صح، لكن طب هو كان بيضرب مرته في مصر، فليه ما يضرب المشكلة. ليه ما يضربهاش هنا؟ دي المشكلة. المشكلة ايه؟ هنا في ضغوط. انا تعبان. انا عايز انام. كل كلامك ليك حق فيه، خلي بالك. لكن تمد ايدك وتضرب حد عشان حاجة هايفة. يعني انا فاكر مرة واحد الطبق كان الاكل بس مالح شوية، او تهيأ له انه مالح، فمسى الطبق ضربه كده، فكر نفسه ايه في مصر، نسي نفسه. فالطبق جه هنا. طبعا هي عملت ايه؟ كلمت 911؟ صرخت. لا صرخت بس صرخت. وبدت تقول له انت ليه بتعمل فيا كده، انت ألمتني. وهو رد عليها بصوت عالي، ما انت عامية وحطيت الملح. وبدوا الصوت يعلى، الجيران طلبوا البوليس. فهم لسه جداد. فلما جه البوليس قال لها في ايه؟ جيت له ضربني بالطبق هنا. فين؟ في الحته دي. خدوه. لما خدوه هي كانتش فاكره ان ودي الحته اللي انا عايز اوديها للمهاجر. خلي بالك ان القانون هنا ما فيهوش حد فوقيه ومش بتاعك. يعني هم خدوا السجن. النتيجه هي راحت وقعدت تبكي وحقكم عليا وده ابو عيالي وانا مسامحاه. انت ممكن تسامحي، لكن القانون لا يسامحش. فبيتاذي. بيتاذي في شغله، بيتاذي في الملف بتاعه، بيتاذي في فلوس. عشان يطلع بس من السجن بندفع له بوند. على الاقل 3,000 دولار. ده غير طبعا بس. على الريكوردز كمان بتقعد على الريكوردز. احنا معانا فيديو الاستاذ جورج امريكا كان بيكلمنا على ايه الاضرار اللي بتعود على الشخص العنيف، يعني اذا كان الزوجه او الزوج. هو بيقول لي برضه ان في زوجات بتضرب. طبعا في، مش عارفه. لا في. ممكن نشوف الاستاذ جورج امريكا هيقول ايه على العنف الاسري واضراره على الشخص. نشوفه مع بعض. مش لوحدك. السباوسال ابيوز او العنف الاسري اللي في حاله الضرب دي، هل دي تعتبر حاجه جنائيه؟ يعني القانون بيحاسب عليها؟ ولو بيحاسب عليها بيحاسب عليها ازاي؟ قصدك القوانين؟ قوانين. في قوانين مختلفه بتجفرن يعني بتمسك الحاله دي. يعني طبعا اول حاجه زي ما انت قلت حضرتك قوانين جنائيه. يعني لما الزوج يضرب الزوجه ممكن تكون الواقعة جناية أو جنحة.
تفرق الجناية، الجناية عقوبتها من سنة لغاية 15 سنة. دي الجناية. الجنحة من يوم لغاية سنة. ايه الفرق بينهم بقى؟ ممكن وكيل النيابة يخلي القضية تبقى جنحة او جناية، تفرق على مقدار الاصابة اللي تعرضت لها الزوجة. لو اصابتها كبيرة وفي حاجات بروزز جامدة وفي دم وفي ما وراح شاف البوليس الكلام ده وشرح في محضر الشرطة اللي بيحصل هنا، وكيل النيابة بيعملها جناية، والجناية دي مشكلة كبيرة، ممكن يحطوه في السجن سنة، ست شهور، سنتين، حسب الماجنيتيوت الحجم الإصابة للست. لكن لو ألم خبطة خفيفة دي ممكن جنحة، تبقى عقوبتها من يوم لسنة. يعني على حسب درجة العنف بقى، درجة العنف والإصابة. مش لوحدك. شفنا طبعا رأي القانون في العنف الأسري. و على فكرة البوليس هنا عارف ان الام ساعات كتير بتكذب عشان تحمي جوزها. بيعرفوا طبعا من خبرتهم. لا 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 بيمسكوا العيال يسألوهم. قالك بيسألوا عيال حبيبي ايه اللي حصل؟ بابا جه بيحكي الفيلم. يفتن بقى. ما هو طفل بسيط. فبتبقى مشاكل. وغالبا اللي بيضرب الام بيضرب الاولاد كمان، مش يعني مش هيضرب الام لا والاولاد. بلاش انسى الضربه خالص. خالص. احنا دلوقتي دخلنا في الدلع. لو انا اعرف واحد مسك ابنه وجي في البارك كان فرحان بيه بيهشط، فكل ما يرفع لفوق الباك الابن ينزل كده طاير وياخده. احنا بنعملها في بلادنا كلنا بنعملها. ونوقف على الطرف السرير ارمي نفسك حبيبي، خلي بالك. وكل ما الطفل بيرمي نفسه احنا بنبقى فرحانين على اساس انه ليه ثقه في ابوه. هنا بتترجم غلط مختلف خالص. لما رماه لفوق راحوا طالبين له البوليس. البوليس خد الطفل منه واتحط هو في مدرسه ست شهور يتعلم ازاي يتعامل مع الطفل ده، لانه اصبح شايلد ابيوز. الطفل بتملي رعب وخوف لما بيرميه فوق السراجة تاني. يعني عايزه بس اوري ان الكالتشر هنا بيبص للحاجه اللي احنا شايفينها نورمال في بلدنا وحاجه عاديه بنعملها كل يوم، هم شايفينها بنظره تانية خالص. نظره خاطئه، نظره خطا، نظره فيها خطوره على الشخص. فيعني برضو المفروض نبص على الحاجات دي. بلاش كده، سيبك من الانسان. واحد جاب قطة والقطة دي قعدت تنونه، فكتير نونت. هو مش عارف ينام. عمل ايه؟ طلعها في البلكونة. طلبوا البوليس. لان ما عندوش رحمة ان هو يرحم القطة دي ويسيبها في الشمس. ما عندوش رحمة ان هو يحترم الكلب ده ووكله ويدخله. فحتى الحيوان، معاملة الحيوان ليه كلشر. مرة كنت رايح الكنيسة. الفريوي واقف كله. طب واقف ليه والبوليس بينظم؟ لأن بطاية وولاد الصغنطتين أربعة فقشوا حلوين بتعدي الفريوي. وقفوا ده وده كله لازم يقف طبعا. فالأدمية حلوة. والمسيح علمنا أيها الرجال حبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. يعني أنا أحب مراتي لدرجة أن أموت من أجلها. وقال للست خلي بالك تحلوا بالروح الوديع الهادي وفي نفس الوقت تكوني خاضعة لجوزك. فهي عبارة عن يعني معادلة معادلة حلوة. أنا بأخضع وأنا بألقي وما فيش حد بيفرض رأيه. إحنا جسد واحد. لو أنا الجسد بتاعي ده الإيد دي جات أنا همشي ورجلي دي أقعد منقسم، بقعد عندنا المشكلة الفلانية نحلها إزاي بتاع خلصت. ماما الأكل النهاردة كان مالح شوية. حاضر حبيبي حقك عليا، يمكن ما خدتش لبالي، بكرة يكون كويس. طب سيب ده وأعمل لك حاجة بسرعة.
ليها حلول كثيرة. أي. لكن الحلول الغير آدمية غير مقبولة هنا طبعا. ده إذا كان الحيوان لإحترام طبعا كما كان نفس الحكاية ولا صغير كان سنه 9 سنين وابوه كل يوم هو نازل المدرسة عايز ياخده معاه ينزله المدرسة وبعد كده يروح شغله وبابا بيشتغل في جاز ستيشن ولازم يروح في الميعاد فيصحي في ولده يا ابني عشان خاطري يا حبيبي عشان خاطري والواد مش عايز يصحى فين وفين لما الواد يصحى ويلبسوه بتاعه وبابا يروح ينزله المدرسة وبعد ما ينزله المدرسة بيروح الشغل ايه متأخر ياخد له كلمتين في جنابه وفي يوم من الايام بابا فقد وعيه والولد مش عايز يصحى راح ولبسه وخده ونزل المدرسه وكان الولد متاخر فداخل على الفصل على طول وداخل والدموع في عينيه المدرسه بتساله مالك يا بابا في ايه؟ اصل بابا ضربني النهارده ضربك فين؟ في خدي هنا ده صابع معلمه طلبت البوليس البوليس بابا بيشتغل فين؟ في الجهاز السيشن دي الراجل في وسط شغله تم القبض عليه يا نهار ابيض فالكالتشر مختلفه ايوه طب اربي ابني ازاي؟ ما انا لازم اربيه الراجل ده كان كل شويه ابني يقول له 911 زي ما علموه طبعا رجع مصر وخد ابنه معاه وما صبرش لما يوصل البيت في المطار عدمه العافيه ما حدش بيقول له انت بتعمل ايه؟ لكن هنا في حاجات تانية التأدب تايم اوت ياخدوا منه الايباد ياخدوا منه التليفون ياخدوا منه التي في في حاجات تخلي في حاجات الطفل في طرق كتير بتخلي كتير خالص تخلي الطفل يقول لك انا عندي تضربني ولا تحرمنيش من الحاجه دي ففي حاجات كتير في حاجات كتير بس المفروض نتعلم ايوه فالكالتشر يختلف خالص كالتشر كمان ممكن اقول حاجه تانية كالتشر كمان احنا مؤلفين في مصر نشوف مثلا واحده حلوه ايه يا موزه خلي بالك ونبص عليها بعنينا وممكن يكون دمنا خفيف ونضحكها هنا توديني واخده الشمس ياما ناس للاسف بجيت لهم قضايا وسوري يعني عائلات كويسة بسبب الموضوع ده ببراءة يعني مش هقول انه وحش ببراءة اتصرف تصرف غلط طالب كان بيدرس في هندسة هنا وطالب ده في منتهى الذكاء وابن ناس وحلو وبعدين بيكلمني انه في مصر وقال لي انا عايز حاجات اللي في امريكا ايه ده انت نزلت ليه مصر ايه اللي نزلك قال لي مش عارف طب حكيلي انا عارف معك قال انا قلت اطلع في البارك اشم شويه هوا وبعدين وانا في البارك شفت ام معاها بنت صغيره عمال تمرجح فيها وبعدين البنت نزلت بتلعب والام مع صاحبتها بتحكي فقعدت عكس البنت الصغيره واوريها انها معايا البونبوني فالبنت جات خدوتها كده طلعت حلوين خالص قعدت فحاصله في خدوتها وشلتها خدتها في حضني طبطبت عليها وعطيتها ملبسه جه البوليس خدنا على السجن ورحلنا على مصر يا نهار قبل ما نشرح الموضوع ده احنا معانا فيديو عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم ده عليه لان للاسف الميدل ايسترن المصريين very warm people يحبوا يحضنوا يحبوا يبوسوا حد لما يشوفوا واحدة مثل صاحبتها تبوسها والأحضان يعني very very warm people هنا مش متعودين على الحاجات دي يعني هنا they have to be very very close مثلا لحد عشان يبوسوا أو يمسك مثلا إيدي البنت يعني لازم يكونوا قرايب أو حد لكن مش حد غريب طبعا يعني الموضوع ده هنا معنا فيديو على بتاع عادل إمام لما جاء أمريكا وقع برضه في نفس الغلطة دي تعالوا نشوفها مع بعض
اتصرف يعني ده عادي، اتصرف عادي خالص، والولد امور ولذيذ ودمه خفيف وخده بالحضن وببوسه عادي جدا، كافه وببوسه وحضن. جت الام، يعني المفروض هي ام امريكانيه، شافت الموضوع ده طبعا شي اوبجكتد ازاي هو يقرب منه. هم انا بس مش عايزه اقول ان 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 الكالتشر الامريكاني معقد، هما بيخافوا ان 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 بيجي لهم حالات سكشوال هراسمنت كتيره، وبيبقى في حاجات خطيره هنا، وانا يمكن قلتها يمكن في حلقات قبل كده على المواضيع دي، فهم بيخافوا يعني يكون في حاجه زي كده فبيوقفوا الموضوع من اوله. احنا بقى عندنا الكالتشر العكس، نستنى لحد ما الموضوع يكبر خالص ويبقى يعني بقى اوت اوف كنترول، وبعدين نبتدي نقول اوبس ده حصل كذا او حصل كذا. هما بياخدوها من اول من اولها ويوقفوا الموضوع. صح. فده بقى اللي احنا يعني في الشغل مثلا نقول لنا المفروض يتصرفوا ازاي. يعني انا 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 فاكره وانا عملت حلقه زمان كلمت واحده، كان معايا المحامي، واحده كلمت بتقول انا كنت بشتغل في شركه، وكل يوم الظهر ما بتخش بتبوس بنات اصحابها في الشغل وتحضنهم، رفضوها من الشغل وقالوا ان هي بتتصرف يعني بتصرف غير لائق، ومش لاقيه شغل بعد كده دلوقتي، لان طبعا اتحطت على الريكوردز بتاعتها ان هي يعني هم اخدوها ان هي مثلا بتلمسهم بطريقه غير لائقه يعني. وهو ده فعلا اللي بيحصل. فقلنا المفروض الواحد يتصرف ازاي مثلا في الشغل بحيث ان هو يبقى حاجه لائقه وماشيه مع الكالتشر هنا. يعني هو الحقيقة مش البني آدم بس، العربية ممنوع أحط إيد على عربية غيري ولا أقعد عليها ولا أتكي عليها، لأن عملت كده ممكن أسأل على المعدن على الحديد. ممنوع أن أنا أدخل، يعني واحد كان بيسوق عربية بتاعت امتحان درايف لايسنس، وبعدين قلت له تعمل 3 بوينت اللي هي بتيجي كده وبعدين ترجع بظهرك تضغط ايه اللي هي ثلاث اتجاهات عشان ايه تعمل يو تيرن. ايوه. وعلمته وراح هناك فقلت له 3 بوينت، فراح الراجل وسع كده واللي قدامه ايه الدرايف واي بتاع الجراج، دخل لحد الاخر ورجع وطلع جيت له ساقط. قال انا عملت ايه غلط؟ قلت له دخلت ممتلكات بتاعت واحد مش من حقك تخشها، ده البرايفت بتاعته، انت دخلت بيته. بيسموها التريسباسنج، وده طبعا كتير بيعملوا كده، مثلا يكون في الشارع وعايز يقطع فيخش جاز ستيشن يطلع الشارع التاني، وده ممنوع. فمش مش البني ادم لو بيته لو عربيته لو كلبه لو قطته ممنوع. اجي بعد كده اعرف حدودي. يعني حلو المحبه وحلو ان اكون وارم، لكن في ليميت. حريتي لإلها تتفهم غلط. فممكن المصري في الكنيسه ابوظ في زميلي واسلم عليه وابوسه في الكنيسه مش عيب. خلي بالك ده احنا بنتكلم ايه ككالتشر مصريه. اي لكن اروح عند واحده في الكنيسه وهي طالعه ابوظ فيها وابوسها يقول ايه اللي حصل؟ في حين الامريكان ممنوع راجل يبوس راجل، وممنوع ست تبوس ست، لكن ممكن راجل ياخد ست في حضنه. كالتشر مختلفه خالص. فانا لازم اتعلم ايه الحدود بتاعتي، ايه اللي اتصرف ازاي، اللي مطلوب مني. يعني هقول لك ده كان دكتور، يعني مش بقول حاجه، وكان في الريزيدنت وكان يعني قرب يخلص. فالدكتوره قالت له اللي انت عملته ده كويس خالص وترفع معنوياته، راح مبروط فيها بيسها كلمه شكرا زي ما هنا بيحصل. فراحت هي كاتبه في تقرير ان هو اتعرض ليها. يعني مش بنمسك جهله، مش بنمسك ناس، لا. بس هو بحب صادق بطهاره
ما احنا بنقولش فيه مثلا غش ولا خداع ولا ولا خيانه ولا لا 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 كالتشر مختلفه. فلازم اعرف الكالتشر هنا ايه وامشي فيها. ايوه حتى لو نسيت ان انا اجيب كتاب واقراه مفيش مانع ان انا اجيب اروح لابونا واساله مفيش مانع. زي الراجل بتاع فيلم عادل امام ده ما ده مصري زيه وقريبه. ايوه عادل امام بيدافع عن نفسه. طب لما الهوم سيكشوال دول ادوا الحريه الشخصيه طب ما حريه شخصيه ما اللي انا عملته مع الولد ده انا بصه كفاءته ديفرنت كلتشر. فلازم اسال الناس اللي قدام هنا ايه الصح وايه الغلط بعمل ايه ولازم اتاسف لو انا عملت حاجه. لان انا جاي احنا بيسمونا الشرقيين وهم هنا الغربيين. ثقافة الشرق تختلف عن ثقافة الغرب خالص. احنا الست سامحيني في الشرق يعني ممكن نضربها. هنا مفيش الكلام ده خالص. ممنوع خالص. وفي المسيحية ممنوع. لا شرق ولا غرب. مش 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 ثقافتنا. ايوه كل دي ثقافات داخله علينا طبعا من حاجات تانية وللاسف التلفزيون بيسمح يعني بيورينا الحاجات دي في التلفزيون. الميديا بتورينا ان ضرب الزوجه ده مسموح بيه. الزوجه تروح مثلا البوليس ديبارتمنت يقولها جوزها ضربها تقول لها ويعني انت تستاهلي مثلا يديكي مش عارفه بايه وايه وايه يعني ما بتلاقيش حد ينجدها للاسف فبيجوا بنفس نفس المنتاليتي ده هنا من غير ما تطلب. الجيران بينجدوها ودي اكشلي دي في معظم الاحيان هي دي اللي بتحصل خالص. بتكون هي الست يعني من كتر طبعا الضرب والعذاب بتصرخ فالجيران بيسمعوا هم اللي مندهوا البوليس طبعا. ففي حاجات زي كده لازم نتعلمها. لازم نفهمها احنا صح. حاجه مثلا لو طفل صغير في ماركت في مصر مد ايده مثلا كارفور ولا كارفور مد ايده وخد مثلا باكو شوكولاته ودلع وهو طالع اتمسك ايه يا ابني ليه كده ايه اللي عملته ده مش عارف ايه خلي بالك وياخدوا منه باكو شوكولاته ورجعوه ويقولوا دي ربح. هنا مش كده. هنا يجي له البوليس ويمسكوا الام ويعملوا لها قضيه عشان باكو شوكولاته عشان باكو البام عشان كلام هايف تتحط في الريكورد بتاعها تبقى قضيه وترفع محامي ياخد له 2000 3 عشان باكو البام. فلازم نخلي بالنا واحنا في الماركت مع عيالنا. هو كمان مش كده بس ودلوقتي يعني احنا شايفين في للاسف قضايا سرقه كتير كتير للأسف. بنفتكر محدش شايفنا. ده في كل ركن في كاميرا شايفاك بس انت مش واخد بالك. طب ناخد المكالمه دي بعد اذنك. الاستاذ كيرولوس مساء الخير يا فن. مساء النور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فن. هو بس ليا بس سؤال بس كده لعم رضا. طبعا حلو قوي ان احنا عرفنا الكالتشر بتاع امريكا ويعني موست الناس اللي بتيجي عارفين الكلام ده كويس وكويس ان بيتعاد عليهم الكلام ده كده. بس الحاجات اللي اولادي هيشوفوها في المدرسه اتعامل معاها ازاي؟ يعني مثلا زي الهوموسيكشوال مثلا بيتعلموه دلوقتي وممكن بيبقى يعني بيتدرس في كتب ولا بيتدرس في حاجات زي كده. انا اتعامل معاها ازاي؟ يعني هيجي لي بيه هقول له ايه؟ ما هو في المدرسه دي ده جزء من المدرسه بتاعته وخاصه لو التيتشر بتاعته او التيتشر بتاعه هو يعني الحاجات دي مؤمن بيها جدا. انا بقى اتعامل معاه ازاي؟ في الاول طبعا بالحنيه ولا جانب الكنيسه طبعا وجانب ان احطه في الكنيسه واقعده مع ابونا واقعده مع خادم. بس ما الحاجات دي احنا برضو المفروض نتعلم اتعامل معاها ازاي؟ لان يعني اكتر حاجه بتاذينا نفسيا احنا لما نسمع حاجه زي كده يا نهار ابيض ازاي مش عارف ايه وكده ونتخض جامد. الخضه دي ممكن تيجي جانب سلبي على الطفل نقول له لا اوعى تعمل كده فالطفل ممكن ما يكلمنيش. الحاجات دي برضو يعني لو تقدروا تتكلموا فيها
لان مهمه جدا جدا جدا، خاصه في الايام اللي احنا فيها دي، من مؤسسات كتير وناس ممولين كتير قوي بيدعموا حاجه زي كده. وانا اسف ان خدت من وقتكم. لا لا، اتس ا فيري جود كويشن يا استاذ كيرولوس، وده فعلا ده اللي بيحصل. ثانك يو. كلام العمرو ده كلامك صح خالص. يعني انا فاكر من ضمن القصص اب جاي ومعه كتاب من المدرسه ابتدائي، وبيقول لي لقيت الكتاب ده تحت سرير بنتي. كتاب ده بيعلمهم جسم الانسان بيتكون من ايه. البنت اتكسفت، خافت من ابوها، دست الكتاب تحت السرير. فالكتاب اتلقى. اتصرف ازاي؟ حاجه تاني دلوقتي، الخطيه، وانا مع الاستاذ كولولوس، الخطيه بدينا نسميها اسامي مقبوله، ما اصبحتش خطيه. هومسيكشوال مثلا، البتاع ده، حاجات كتير. ده طبيعي وده عادي وده حقهم، و يعني في حاجات يعني الخطايا اللي احنا نقدر نقول الكالتشر بتاعتهم الغير مقبوله لينا، زي ما هم عندنا احنا كالتشر غير مقبوله ليهم، احنا كمان فيهم هم كالتشر غير مقبوله لينا. اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي مع بنتي اللي بتاخد حاجات اكتر من سنها؟ اتصرف ازاي مع ابني اللي بيسمع حاجات سامحيني اكتر من سنه؟ اتصرف ازاي مع ابني اللي بيتعرض ان حد بيديله دراجز فري؟ جرب دي، شوفها، وفري من غير ولا حاجه. فانا قدامي حاجه واحده، لازم، وخصوصا دلوقتي الاباء الكهنه فيهم عدد كبير بيدرسوا البتاع ده، هو الطب سايكولوجي وحاجات زي كده، يعني فيهم متخصصين سايكولوجي والكلام ده، طب نفسي يعني. فانا لازم اول حاجه اروح لابونا، احط قدامه الحاله، وجهني يا ابي. فاذا كانت بنت مثلا ممكن يوديها عند الخادمه بتاعتها في الكنيسه، ودي بعيد عن ماما اللي هتتكسف، وبعيد عن بابا، وبتفهم وبتشرح، تسوني بتشرح لها بطريقه روحيه كتابيه، لان الكتاب المقدس بتاعنا فيه كل حاجه. وليكن مثلا هومسيكشوال، نقول له اه، الخادم او ابونا يقول له يا ابني دي من زمان، ده مش حاجه دلوقتي، من سنين طويله. بولس الرسول ليه قد ايه؟ لألفين سنة. طيب اقرأ في روميا انهم اهانوا اجسادهم، ذكور مع ذكور او اناث مع اناث، تاركين الفعل الطبيعي، مستخدمين حاجات تانية. ربنا سابهم لاهانة الجسد، بيكون نتيجتها امراض كذا كذا، بوريها له من الكتاب، بريله ان ده مرفوض من الله، حاجه ضد الطبيعه، يعني ضد ربنا، ضد الطبيعه وضد الايمان وضد الكالتشر بتاعتنا. وبعدين ما نقولهمش خالص احنا مصريين او احنا عراقيين او احنا سوريين، يقول لك انت مصروح لمصر. ايوه انا امريكاني. صح. لكن اقول له انا مسيحي. الكالتشر ده لا ينطبق مع الكتاب بتاعي. وابونا باسلوبه الحلو، ولان ابونا ليه روحانيه حلوه، ومنظره بدقنه بلبسه وبحضنه وبحنانه، هيقدر يشيل من الولد العشعش في مخه. او الخادمه او الخادم او في المدارس لحد هيقدر يشيل له منه الحاجات دي. وفعلا في حاجات كتير بتتعرض، لكن نشكر ربنا بتعدي، ولادنا عندهم نضج روحي حلو خالص بيعدوها. بس يعني انا شايفه الاستاذ كيرولس الحقيقه شكله من النوع المتفاهم،
يعني بيحاسب على بيفكر قبل ما يقول اي حاجه وبيفكر يعمل اي حاجه، بيقول لك ممكن مثلا اقول اي حاجه سلبيه تعكس على الولد طبعا. فيعني شكله فعلا هي كيرز ان هو يبقى في تفاهم او عنده يعني فن الحوار بينه وبين ابنه، وده اهم حاجه. هو اهم حاجه يبيلد التراست ده بينه وبين ابنه، وهو ده من نفسه الولد هيبتدي يسمع لباباه وهيبتدي يحكي له، وهيبتدي اي حاجه بيشوفها في المدرسه هيجي يحكيها في البيت، ما فيش خوف. انا لا يمكن انسى بنت عندها ثقه في ابوها غير عاديه، وده بيجمع الحوار والحب. كانت في محل رايحين يشتروا حاجات، وليكن مثلا وولمارت او كده، وماشي بتشوف الفساتين، ففي ولد راح قلع هدومه قدامها. فهي طبعا جالها ايه؟ جالها صدمه طبعا، ولفت بسرعه ومشت. فبابا يقول لها مالك؟ مش عارفه تقول له. خدها في حضنه طبطب عليها، ما تخافيش يا بنتي بابا جنبيكي. قلت له شاف الولد ده؟ ايوه، قلع هدومه. معلش، جايز يكون مجنون، جايز عايز يلفت نظره نظرك ليه، ولا تدي له اهتمام. وقدر بالهدوء والصبر يعدي بنته من الصدمه دي. مثلا ولد تاني في المدرسه بيكلم البنت انه عايز يمشي معاها وبيحبها وكلام حب، البنت ما سمعتش وبترفض، فبدا يكلمها كلام جنسي. طبعا مدرسه في وادي وهم وراه، وهنا في مختلاط وثانوي، فكلمها كلام مش كويس. راحت قالت لبابا وماما، ودي مهمه خالص خالص ان عيالنا يشعروا ان احنا قريبين معاهم لدرجه نشيل معاهم اثقالهم، نشيل معاهم احمالهم، نشيل معاهم همومهم. فالاب بدا يسال بنته، طيب قولي لي ايه الطريقه؟ ما انا مش فاهم يا بنتي. اكلم النظره؟ قلت لا لا لا، خطر غلط. طيب امسك الولد اخوفه شويه؟ لا يا بابا، ممكن يطلب لك البوليس وتبقى في مشكله. طيب اتصرف ازاي؟ قلت له ما عندي مشكله، انا مش عارف اتصرف، والولد كل يوم بيزن على دماغي كل يوم لدرجه ان انا كرهت المدرسه. طب تحب ان نطلب نقلك من الفصل؟ طب ما الفصل فيه 100 واد تاني. ايوه، ومفيش مشكله. طب اقول لك، تعال نروح لابونا نحط له المشكله دي. يا ابونا، نعم، بنتي عندها مشكله. طب تعالي يا بنتي، بابا اطلع. قلت له لا، انا عايزه بابا يكون معايا، ما يهمنيش، انا احكي كل حاجه. طب خليك يا بابا. فهو بيشكي، قال بيعمل كذا كذا كذا، واتكلم كذا كذا. فابونا لانه عنده 100 مشكله زي ديت بيقابلها، فتعلم بالخبره الحلول اللي انا ما اعرفهاش كاب. فراح قال لها، عارفه ليه؟ قلت له ليه؟ قال لها لان قلبك خالي. انت 100% ما عندكيش بوي فريند. قلت لا، مخضه كده قدام بابا. طب لا، ما عنديش بوي فريند. قال لها لا، عندك. لا بكلمك جد يا ابونا، ما عنديش. صدقيني عندك يا ابونا، يعني بتكدبني قدام بابا، بقول لك ما عنديش. قال له وانا كمان عارفه يا ابونا انت. قال لا انا عارفه. طب قول اسمه. قال لي اسمه كريستوفر. لا يا ابونا ما عنديش كريستوفر. قال لا، يعني ايه كريستوفر؟ يعني المسيح ظلي. ايوه، وده اسمه مشهور خالص. فطول ما انت قلبك خالي هو هيلف حواليكي. لكن انت بتحب المسيح ولا لا؟ قلت له بحبه. تخلي المسيح البوي فريند بتاعك ولا لا؟ قلت له اتمنى. قال لا خلاص، بكره تروحي وتقولي له على فكره انا كلمت كريستوفر عليك
وزعل وقال لي قولي له انك بتحبيني قوي ومش هتسيبيني. فالبيت ضحت له فقال لها الكلام بتاعك. قلت له على فكره كريستوفر زعلان خالص منك. كريستوفر مين؟ كريستوفر ماي بوي فريند. انت عندك بوي فريند؟ اه عندي بوي فريند. طب ما تقولي كده من زمان. وسافه. اه ففي حلول. في حلول. احنا كمان برضو رد برضو على الاستاذ كرولوس. معلش يا ايناس انا عارفه انت على تليفون. ثانيه واحده اهو هناخد المكالمه. بس برضو بالنسبه للمشاكل اللي بيقابلها زي الاستاذ كرولوس وكتير من البيرنتس بيقابلوها زي الهوموسيكشواليتي زي الايثيست اللي هم بيبقوا رافضين المسيح او ما عندهمش ديانه خالص. فما احنا ككالتشر ميدل ايسترن ما نعرفش نديل مع الحاجات دي زي الامريكان. في مكتب هنا كتيرة مسيحية كريستيان بوك ستورز عندهم الكتب دي وبتتكلم ازاي تتعامل مع الاولاد في حالة زي كده. فاحسن حاجة انت تروح الكريستيان بوك ستورز تقرا. بيبقى في سايكولوجيست وفي يعني كهنة وفي كاتبين كتب على الموضوع ده وازاي تتعامل معه وتعامل ابنك معه وايه الكلام اللي تقوله له وايه الكلام اللي ممكن يصدم الولد ايه الكلام اللي هيتقبله. فده برضو حاجة برضو ممكن تستعملها. ويوجولي لو الواحد طبعا مقتدر ممكن تودي برايفت سكول. برايفت سكول بيبقوا او كريستيان سكول طبعا الحاجات دي بتبقى ممنوعه تماما فيها. بس طبعا يعني مش كل واحد بيقدر على مصاريف البرايفت سكول. ايناس بعتذر وحضرتك على الهواء اتفضلي. الو مساء الخير يا ايناس. تعالي نور اللي كنت عايزه اسال حاجه. ايه يعني اتفضلي. انا اولا انا لسه جايب لي حوالي شهر او شهر ونص وانا قاعده في نيويورك وجالي فرصة ان انا انقل فلوريدا. فكنت عايزة استشير استاذ رضا في المسألة دي. وتاني حاجة كنت عايزة الرقم التليفون بتاعه. انا معرف ما فهمتش السؤال يا سالي معلش. سؤالك ايه الاستاذ رضا؟ عايزة استشيره. هل انا دلوقتي قاعدة في نيوجيرسي وجالي فرصة ان انا اروح فلوريدا. فهل فلوريدا في انا لسه جاي من هجرة ولسه جديدة ما اعرفش اي حاجة. فلوريدا هتبقى احسن من نيوجيرسي؟ طيب لو خليكي على الخط ما تقفليش والكنترول روم هيديكي نمره الاستاذ رضا ومعلش بعد اذنك ممكن تكلمها ويرد عليكي ويقول لك بالظبط عشان طبعا مش هيقدر يرد كده على الهوا. لازم يعرف السيتويشن بتاعتك ايه وايه الحاجات اللي انت عايزه تعمليها والحاجات اللي عندك. يعني في اسئله كتيره هو لازم يسالها لك. فيا ريت تاخدي نمره تليفونه من الكنترول روم يسالي. خلاص ميرسي يا حبيبتي. احنا ما فضلناش غير دقيقتين يا استاذ رضا وكانت حلقه ممتعه ودايما يعني بتمتعنا كده بكلامك والقصص الجميله بتجيبها والحاجات اللي بتشوفها وخدماتك اللي ربنا يبارك فيها. اخر دقيقتين اتمنى منك تقول نصيحه للمشاهدين. بقول للمهاجر الجديد لازم يكون معك فلوس وتتعلم انجليزي قبل ما تيجي. ومش لازم تجيب رخصة دولية. يكون معك رخصة بلدك بس هنا معترف بيها. سواقة يا رخصة. سواقة. وخد المسيح معك وانت جاي. لانك هتحتاج له كتير. وحب مراتك. ومراتك تحبك. وانت وهي والعيال تكونوا في سفينة واحدة. وربنا ماسك الدفة وان شاء الله تنجح وتبقى زي الفل ان شاء الله بصلواتك كده ان شاء الله. عشان ان شاء الله. ميرسي يا استاذ رضا خالص خالص على الحلقة الجميلة دي ومعلومات القيمة اللي دايما تشارك بيها وتخدم بيها الجالية. وربنا يبارك في خدماتك دايما ونشوفك ان شاء الله في حلقات تانية ان شاء الله بإذن ربنا. Thank you very much. Thank you. الحقيقة من دقيقة في حد اتكلم في التليفون وقالت لو حد ساب طفل في العربية المفروض يحصل ايه؟ اقول لك ده ممنوع. ولو سبت طفل في العربيه ممكن الناس اللي ماشيه في الشارع بيجيبوا البوليس وبيفتحوا العربيه بياخدوا الطفل منك وبيعتبروها ان هي child endangerment. يعني انت بتحطي الطفل في خطر وبتبقى تعمل قضيه. ويعني ما فيش داعي للحاجات دي. ان ما فيش ليه هنسيب الطفل في العربيه يعني. فبليز خلوا بالكم من المواضيع دي ولا نسيب اطفال في العربيه ولا لوحدهم في البيت. في ناس بيقول لك انا
هعمل ايه؟ انا هسيب الطفل في البيت في سن معين مش اقل من 12 سنة. عشان يسيبوهم في البيت لوحدهم. فخلوا بالكم الحاجات دي كلها، لان الجيران هنا عينيهم دايما على بعض، كل واحد بيشوف حاجة غلط بيكلم البوليس وبيشتكي بيها. فخلوا بالكم، وقول لكم ربنا معاكم، وان شاء الله تبقى يعني هجرة ناجحة وهجرة حلوة وهجرة يعني توصلكم لأحلامكم اللي انتوا عايزينها طبعا، ببركة صلاة العذراء وبركة صلاة القديسين كلهم. اقول لكم نشوفكم الخميس الجاي وحلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دائما في صلواتكم، والى اللقاء.